مع وصول باخرة النفط الجزائري على طرابلس، انتشر فيديو لوزير الطاقة وليد فياض عم ياخد بوزات على المينا، كأنه تبرع الجزائر بالنفط هو إنجاز إله. هالبوزات مش غريبة على الوزير وليد فياض. بأكثر من مقابلة هالشهر ربط فياض بين العتمة والصمود بوجه العدو الإسرائيلي. عندنا عدو؟ حدنا اسمه دول. إسرائيل؟ إيه ولا لا؟ طيب. عدو ولا لا؟ عدو. عدو ولا منو عدو؟ عدو على السطح. طيب أنا بدي كل الناس اللي متفقة معي إنه هيدا عدو يساعدونا اليوم. يا عمي هالعدو عم بيضربنا. عنا ظروف استثنائية بلبنان، عم نعاني من حصار خارجي وداخلي، عنا عدو اسمه إسرائيل. وإذا كانت كلمة عدو مش كافية لتفسير قطع الكهرباء، ردت فياض أكثر من مرة عبارة الغطرسة الصهيونية. الدعم العراقي للبنان هو جزء لا يتجزأ من معركة صمود لبنان أمام الغطرسة الصهيونية اليوم. المتغطرس الصهيوني. عبارات مضحكة بتسخف معاناة اللبنانيين مع الكهرباء، وتوظف الحرب الدائرة بجنوب لتحسين صورة فياض كوزير العتمة. ما تقولي أبداً إنه نحن عم نشحد، نحن عم ندين العالم كرامة. فياض مش بس عم يدين العالم كرامة، عم يدينهم من وقته كمان. أكيد أنا عم ضحي. أنا كانوا يدفعوا لي مصاري لأعطي استشارات بمصاري مش ببلاش، اليوم عم بعطيكم إياها ببلاش. كل ما قلت ساعات الكهرباء كل ما زادت عوارض النرجسية. في وزير واحد للطاقة في لبنان هو اسمه الدكتور وليد فياض فوق السطح، ويشرف لبنان ويتشرف وليد فياض انه هو الوزير.